السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين شفت انايا وين إذاعة تونسية وين باش يدرقوا على واش الصراع عندهم، يروحوا يجبدوا لك لافير تاع إيبوسي. راك تشوف كيفاش يعني الناس كيفاش تخمم لك، الناس كيفاش تخلي لك لي زابير تاعك على جهه، دوسيات تنحطوا على جهه. شوف على يقول لك احنا جامي وصلنا الجزائر، لا مزاري تعايرونا تقولنا باللي انتو احنا علمناكم البوله، احنا علمناكم منها. لا مزاري تشيتونا. هاك شوف هما المغاربه، هاك شوف قطع العلاقه الدبلوماسيه منا، وعمرهم لا جبدوا لنا، قالوا لنا انتوما قتلتوا لعاب ولا منا ولا منها. وراك تشوف هادو يعني كيفاش يعني يقلع لك ديريكت، غير تنقره يخرج لك كلش، هاك تشوف هاد المغاربه. نتحدى اي واحد فيكم، انا جزائري ونتحدى اي جزائري، الا شفتوا نهار مغربي قال لكم على إيبوسي نتحداكم. دخلنا معاهم في نزاع على الكوب دافريك 2025، ما هضروا ما قالوا لنا، ما احنا ولينا نخربوا، احنا ولينا ها ما عندهمش، هما كاع ما هضروش. احنا يا منا ها مؤامره داي 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 ها راهي راه تونسي تايا حذاك. اسمع واش قال لك حسام، صراحه راكب علينا في العباد، انت ما نبيعوش بعض فرج المصار واش يعملوا انت صاروا شوبير، مازال الماتش يمشي سيد يحيى خويا ما نبيعوش بعضنا. انا وخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على البراني، ما نبيعوش بعضنا ليه مهدي؟ بصراحه انا مصدوم، احنا عمرنا تقريبا انا تبع في الاعلام الرياضي 20 سنه، لعمرنا نهار قلنا كلمه سوفي في الجار، ليه لعمرنا قلنا كلمه سوفي في الجزائر او في الكره القدم الجزائريه؟ ما يصير تعرف الغلطه فيكم انتم، مش عطيه الغلطه وقت اللي مات اللاعب المالي عند هذايا تزي وزو بالوزير ضربوه بحجره الكامروني، انتشار التعتيم في تونس وتصير لا خويا. انتم ما قتلتوا جوار سورتي راجي تحكيوا علينا، احنا انتم يا معلم فلوجه كان احنا افغانستان، انتم الرقه ليه؟ ما اسمع، شوف تونس ما يدور بها حد من الاخر، راهو علينا وعلى اللي يحبوا. ما تجيك من القريب ما تجيش يا اخي، تجيك من الاعلام الجزائري، من كان سبب باش خلى اليوم شبيبه القطويل تنعطي الدراهم. والله جيت باش نقول لك من نكت الدهر، والله يهدي اللي ضعف بطولتنا وخلى الترجي تكون ضعيفه على خاطر الجمعيات اللي معها ضعف. والله من نكت الدهر شبيبه القبيل عامل شاك والكاف، تحب تعاود الماتش مع نسبيرونس نورما الموت تاكل ثلاثه عليه وثلاثه رتور لولا الظروف اللي تمر بها الترجي هذه تونسي وتمشي فرحانه. شبيبه القبيل انت اليوم هي يعاود لك الكونتر ديتور، انتوما المسؤولين اللي تستاهلوا باش تسمعوا الهضرة. قال لك نورمالمون جياسكا تدي ثلاثة روتور، جياسكا مي كانت تدي الألقاب التوانسة كانوا يصفقوا على جياسكا، والله العظيم. روح جيبوا تاريخ تاع ترجي تونسي وين تبدا يدي الألقاب، روح جيبوا لقب التالي أمام الوداد البيضاوي تحتسبوا هذاك لقب؟ الله غالب. عثمان جناح طلع للرئيس قالوا انا في بزوان دو سو تيتر، وقتها جاتهم الفيضانات وجاتهم بالجزائر تاع الاصلي، ربحوا بالغوره وقتها 2001 انا مذكر شباب الكترونيك شيمي جبدوا لكم تاع النجم الساحلي تاع مي ربحناهم 1-0 هنا، شيمي جبدوا لكم شحال عاطينهم دراهم شحال اللي عطاهم هذوك دراهمنا الله يرحم الشوابي، الدراهم تاع الشعب ردوهم لنا الله بغيتو ربي، انا مانيش سامح، كون درتو فوط الا تعطوهم دراهم ولا ما تعطوهمش، انا نقولكم عطوني دراهم، طيح لي 5 ملايين 10 ملايين عطوهم لي ولا بغيت عطوهم الدراهم لي الله يسهل عليكم، هذه هي. تذكر انا جمعيه سبوري ترافاي، تذكر عام 2007 سبوري ترافاي، شوف تعرف تعاطي الاعلام يا لا حسبونا سكتر عاد باش تعرف خويا كوبيما فريق 1
2001 انا نذكر شباب الكترونيك بالوزدان نذكر انا جمعيه سبوري ترافاي نذكر عام 2007 شوف شوف مش تعرف تعاطي انا بيقولوا لا سامونا صدروا عاد شوف عام 2007 اسمع يا اخي انا عاوز نسمع احكي نحكي معكم شوي عام 2007 نجم الساحلي عمل مباراه تاريخيه تقضي لا يومنا هذا في تاريخ تشامبيونز ليج شكون يربح لها الثلاثه في مصر من غدوه جينا على السابق انت تذكر سيدي الاعلامي شكك معناها تشكيك كامل وشامل في التتويج تاع النجم الساحلي راهو مشكلتهم راهو مش الكل يحبونا راهو اي بيان سور رد بالك تلزم عم حاجه احمد شوبير توا احمد شوبير اكثر اخيب ذكرى بتاعه هو سوتو الطرح هذاك واكثر من هذا كيفاش شرمتي والجماعه يشطحوا له في بعدها مودرن سبورت سكر هذيك ثاني اخيب ذكرى على خاطر الذكرى الاولى اخي اسمع كي تقوله له محشوب داي محشوب يقول له عندنا مجهود هبط راسه 92 2 هوني و2 الغادي وتفرج شوف حتى مره جابوني عملوا معايا انترفيو في الاون سبور هذيا يحكيوا على 100 عام من الكره المصريه وعلاقه الكره المصريه بالتونسيه وكذا وازيك يا كابتن وازيك يا باشا الحمد لله واحنا اخوات واحنا ازيك سلم عليكم عقيد ازيك يا كذا جاء احمد شوبير قلت له يا كابتن يسلم عليك محمد علي المحجوبي او كان بحذايا توا وتتقلبت الحكايه ونحن وربحناهم مادي في وقت اللي احنا تو نحجروا فيه في بعضنا مع الانديه التونسيه والمشجعين لا الاعلام المصري الماكينه نتاع الاعلام المصري تحركت وبقوه تو يحبوا ينقلوا الماتش نتاع الاسبيروس والاهلي البارا لازم الكاف تو تصدر قرار تعاقب الاسبيروس وما تلعبش وما تلعبش بالجمهور بدا معناتها الاعلام المصري كل شيء حملته حمله شعواء دا الاعلام المصري خويا هما يتحدوا هما ريت وقت اللي يبدا فما عدو خارجي يتحدوا كل يتكتلوا مع بعضهم صاروا لا مو العدو في الكوره في الكوره فما ريفاليتي بيناتنا نحن اعداء هذه خويا نحن اعداء انا بصراحه باش نعبر عن استيائي من ما صدر من الاعلام الجز من بعض الاعلاميين الجزائريين لا لازم ما يهدروش إعلام جزائري هدرون توما برك لازم ما يهدروش لا هدرون توما عندكم ألف حق يعني هذه هي أخويا عندكم الحق والله لا عندكم الحق أنا دايما عند حسن ظن واش نخمم انا نبدا نقول لكم الجماهير الوحيده الشعب الوحيد اللي يبغي الجزائريين اللي يبغي الجزائر الشعب الوحيد في شمال افريقيا وفي افريقيا ونقول لك باللي الشعب الوحيد في العالم اللي يبغي الجزائر ومتمني يحط اليد في اليد هو الشعب المغربي نقطة وارجع للسطر يا حبيبي نقطة وارجع للسطر يا حبيبي بالتالي قاع خويا قولها لك ونعاودها لك الشعب الواعيد برك مملية تجيش تغني عندي حبة من حبة وكريمة ما عيدو كديرو بس راك تشوطيناكم دراهم باش الناس طاوكم الدراهم باش تبغونا وما تبغوناش عطيناكم الدراهم باش تبغونا وما تبغوناش حالي العود ودبنا نخدموا فيها من في ملي بزاف التوات بصح ما تبغوناش للاسف هذه هي ما تجي يقول اعداء معليش نحن اعداء خليها في اعداء وصحيح واش نقول لكم خلوها في اعداء هذه هي خويا خلوها في اعداء وصحيح. صحتكم هذه اللي وصلنا وهذه كنا خايفين منها عرفتوا جبدوا لك 2001 والفيضانات جبدوا لك اي بوسي جبدوا لك بزاف صوالح هي مباراه باينه هكا وعد منشار والشعب والاعلام الجزائري من حقه يهدر الاعلام الجزائري من حقه يهدر هذه حرب هذه ماشي بارتية واحد داخل عليك منشار تبي تلعب واحد داخل عليك منشار كي تسميها هذه
روح رياضية كرة قدم ماليش دايرة. واش صرا فريق أمام الوداد؟ واش وانتوما مين ضربتو الأهلي المصري نسيتو؟ يا ودي نعم الشيطان أختي. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي.